يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إنه من الأولى أن يترك الدعاء للميت عند القبر ويكتفى بالدعاء له في أي مكان خارج المقبرة حتى لا يظن من رآه أنه يدعو الميت؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر بعد دفنه ويدعو له ويأمر بالدعاء له والاستغفار له. هذا عمل مشروع، أنك إذا وقفت على القبر تدعو لصاحبه وتستغفر له عند الزيارة أو بعد الدفن، هذا شيء مشروع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر على المقابر يدعو للأموات ويستغفر لهم. نعم.